إلى جديد الحالة الوبائية بالمغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المقابل أعلن عن تعافي 584 حالة. ما فيما يتعلق بالوفيات فقد تم الإعلان عن تسجيل 10 حالات، وذلك خلال 24 ساعة. كما تم حتى الآن تلقيح أكثر من 1,388,539 شخصا ضد هذا الوباء، إذن رقم جديد بالنسبة لعدد المستفيدين من اللقاح بالمغرب.